الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كنا بنتكلم في ان فاضل حاجه واحده وهي الخلطه بالناس اللي ممكن تبقى حاجه مرضيه جدا، فشرع لنا في رمضان ما نتحكم فيه امر الخلطه وهو الاعتكاف. امر الاعتكاف عكوف البدن في المسجد، لزوم الانسان للمسجد لا يخرج منه الا لحاجه الانسان الا لضروره، والاصل في الاعتكاف هو أن يخلو الإنسان بنفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء إلى أن نزل عليه الوحي. بعد أن نزل عليه الوحي شرع الله له الاعتكاف في المساجد وليس في الكهوف والغيران. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، لتتمة التحكم في رغبات البدن. لا تلغى بالكلية، احنا عندنا صيامنا اعدل الصيام وافضل الصيام. الانسان يتحكم في الطعام والشرب والشهوة مدة وتباح له مدة، المال ياخد جزء ويطلع جزء، الراحة ينام شوية ويستيقظ شوية، وفي رمضان هو اللي بيتحكم في نفسه في ذلك. الخلطة بيخلو بنفسه شوية وفي نفس الوقت بيشهد الجماعة والجمعة دروس العلم، ولا يمتنع من الاختلاط النافع، لكن الاختلاط اللي فيه رغي وكلام ملوش فايدة بيبقى معوق للاعتكاف الحقيقي. عشان كده ابن القيم رحمه الله بيقول: الاعتكاف النبوي لون، واعتكافات الناس اليوم زمن سبع قرون لون آخر. لو شفنا دلوقتي بقى ان التليفونات المحمولة واللعب على أثناء على الألعاب الإلكترونية، وربما البعض يقع فيما هو أسوأ من ذلك، ويبقى الصحبة مع الإخوة والكلام الكتير والرغي والدخول في مناقشات ومجادلات لا طائل منها، الكلام ده يكون إيه بقى؟ ده أسوأ بكتير جدا. لذلك إحنا الاعتكاف نبقى عايزين إن إحنا نتعكف قلوبنا على ما يحبه الله، ونبتعد عن الاختلاط إلا قدر الحاجة، وإلا اختلاطا يعين على الطاعة، لنتحكم في كل ما يؤدي إلى أنواع تغليب البدن على القلب، لأن القلب بقى له احتياجات أخرى شرعت أيضا في رمضان أساسها القرآن. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحب ويرضى، نكمله المرة الجاية إن شاء الله.